الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على الجاينيكولوجيكال كومبليكيشنز إن إنديستيج رينال ديزيز ليتس. إحنا قبل كده اتكلمنا على الأوبستريك كومبليكيشنز في محاضرات البريجننسي أوف ذا كيدني، واتكلمنا فيها كمان على البيرث كنترول على الكونتراسبشن، واتكلمنا على سيكشوال ديسفانكشنز في محاضرة اسمها سيكشوال ديسفانكشن إنديستيج، اتكلمنا على سيكشوال ديسفانكشن إن فيميلز أند ميلز. النهاردة هنركز على الجاينيكولوجيكال كومبليكيشنز. اول حاجه فيها هو الابنورمال يوتراين بليدنج. لما نعرف ان في الادفانسد سي كي دي لما الجي اف ار بيقل عن 10 بيبقى في ليديز كتير قوي من اللي هم البريمينوبوزال بيبقوا عندهم امينوريا، ولما يرجعوا يبتدوا ستارتنج داليسز يبتدي يرجع لهم المينستريشن تاني. 40% بيبقى عندهم ريجولار سايكلز، لكن 60% بيبقى عندهم ريجولار سايكلز، ده من اللي هم بقى رجع لهم المينستريشن او لسه مينستريتنج. سواء كان عندها ريجولار او ريجولار سايكلز 50% منهم بيكون عندهم هايبر مينوريا، يعني اكسسيف بليدنج. طيب احنا في النيفرولوجي الكونسرن بتاعنا حاجتين لما يكون البيشنت عندها ابنورمال يوتراين بليدنج. رقم واحد انه ده ويل اكسجريت الانيميا اللي عند البيشنت، والحاجه الثانيه انه ممكن يكون عندي اندرلاينج اندوميتريال كارسينوما. لما نتكلم هنقول اندوميتريال كارسينوما الريسك بتاعها بيزيد في الدياليسيس بيشنت عن الجنرال بوبوليشن، وبالتالي دول الاثنين كونسرن اللي هم بيهمونا احنا في النيفرولوجي. المانجمنت اوف ابنورمال يوتراين بليدنج هنتكلم هنا على كذا حاجه. اول حاجه بالنسبه سكريننج اوف مالجنسي، وبعد كده الانتي كواجليشن. البيشنت هياخد انتي كواجلانت وعنده بلي عند سوري البيشنت تاخد انتي كواجلانت وعندها بليدنج، فالريسك هنا هيزيد. لو هي بتغسل بي دي احنا نلاقي سلاجش بلادي بيريتونيال فلويد. طيب لو هو عندها انيميا هنعمل ايه؟ طيب ممكن ندي هرمونال ثيرابي او نون سترويدال انتي انفلاماتوري دراجز، او نعمل اندوميتريال ابليشن، او في النهايه خالص نلجا الى الهيستريكتومي. اول حاجه بالنسبه للسكريننج لقينا انه البيشنت الليديز اللي هم اند ستيج الريسك اوف اندوميتريال هايبر بليزيا اند كارسينوما بيكون اعلى من الجنرال بوبوليشن، وبالتالي هل لو هي عندها ابنورمال تراين بليدنج نعمل سكريننج لكلهم باندوميتريال بايوبسي؟ قال لك ده هيبقى حسب الايج، يعني الريسك هيبقى له قوي لو اقل من 40 سنه فما فيش داعي ممكن نعمل بس باب سمير، لكن اذا كانت فوق 40 سنه نعمل اندوميتريال بايوبسي عشان تو اكسكلود المالجنسي. ده بالنسبه للسكريننج. طيب بالنسبه للانتي كواجوليشن، الانتي كواجوليشن احنا عندنا هنا هيبقى مشكله لو هي بتغسل بي هيموداليسيس وبتاخد هيبرين، يبقى في الحاله دي بنقلل الهيبرين دوز او حتى بنوقفه خالص ونعمل هيبرين فري دياليسيس او ريجنال سيتريت. طيب بالنسبه لو هي بتغسل بريتونيال دياليسيس لان احيانا بيبقى فيه سلاجش بلادي فلويد للبريتونيال فلويد يعني اثناء المينستريشن واثناء الاوفيوليشن، وممكن يحصل كمان واحنا لو بنعمل اي جاينيكولوجيكال بروسيدر يعني داخله تعمل بايوبسي اكزامينيشن ولا اي حاجه ممكن ده يبقى يخلي البي دي فلويد سلاجش شويه. الحاجات دي كلها احنا مش بنقلق منها، بيبقى بنمشي كونزرفاتيف يعني نعمل سبورتيف مانجمنت وهو بيبقى كلير لوحده. في حالات قليله ممكن يقلب بهيمو بريتونيوم. لو البيشنت دخلت فيه انيميا او كان عندها انيميا او اكسجريتد، في الحاله دي احنا هنضطر نزود الدوز اوف انترافينوس ايرون والايسز اللي هي بتاخدها اب تو ان احنا ندي بلاد ترانسفيوجن. طيب احيانا بيستخدموا النون سترويدال انتي انفلاماتوري دراجز في علاج الابنورمال يوتراين بليدنج لو ان هو بيكون افكتيف اذا كانت الليدي عندها اوفيولاتوري سايكلز، اما اذا كانت ان اوفيولاتوري ما بيكونش افكتيف قوي. بس طبعا النون سترويدال احنا هنبقى مش قلقانين منه على الكيدني خلاص البيشنت اند ستيج، لكن ممكن يجي لها جي اي تي كومبليكيشنز. طيب لو البليدنج لسه موجود هيبقى عندنا الهرمونال ثيرابي. الهرمونال ثيرابي في كذا حاجه ممكن يستخدموها الجاينيكولوجيستس. اول حاجه وده الاهم اللي هو الانتراوتراين بروجستيرون، يعني حطوا ايه اي او دي ولا حاجه بتطلع بروجستيرون، ده الموست افكتيف والموست سيف. الحاجه الثانيه انه ممكن بيقلل المينستريشن والبيدنج في خلال 3 شهور، بس مشكلته لو البيشنت بتغسل بي دي ممكن الريسك اوف بريتونايتس يعلى شويه. فده الفيرست لاين. لو ما نفعش يبقى السكند لاين ان احنا ممكن نستخدم اورال كونتراسبتيفز يعني استروجين وبروجستيرون، لكن طبعا ده ما بيفضلش اذا كان البيشنت عندها هاي ريسك اوف ثرومبوزيس او اذا كان عندها بلاد بريشر عالي وانا مش قادر اعمل له كنترول كويس. يجي الثيرد اوبشن اللي هو البروجسترون بقى، مش هنديه بقى انتراوتراين لكن ممكن نديه انتراماسكولار ويكلي او اورال نديه في اول 10 ايام من السايكلز، فبيكون ايه افكتيف في الحالات دي.
وفي بقى الاوبشن الرابع يعني ده كده بالترتيب اللي هو الجونادروفينج ريليسينج هرمون اجونست. ده ممكن يتاخد انتراماسكولار كل شهر او بيتاخد ديلي انترانيزل، بس هو مشكلته ان هو فيري اكسبنسيف. طيب لو البيشنت عندها سيفير بليدنج اكيوت وانا مش قادر اعمله كنترول، ممكن بيدوا هاي دوزز من الانترافينوس استروجين ممكن يوقف البليدنج، بياخد 25 ملي جرام كل 6 ساعات، بيوقف تقريبا البليدنج في المتوسط بعد 12 ساعه. طيب في كمان انه ممكن يدوا اللي هو السينثيتيك ديسموبريسن، ده برضو لما يكون في اكيوت بليدنج وكان نتيجه انه عندنا هاي يوريميا فمزود البليتلت ديسفانكشن فالبليدنج تايم عالي، فممكن هنا برضو بيكون افكتيف، بيحطوا 0.3 بيكروجرام بالكيلوجرام على نورمال سلاين 50 ام ال مثلا ويبتدوا يدوا ايه انفيوجن. لو الهرمون الثيرابي منفعش والنون استرويدال منفعش، يبقى في الحاله دي هنضطر ان احنا نعمل اندوميتريال ابليشن. اندوميتريال ابليشن يعني احنا هنخش بهيستروسكوب ونقوم عاملين ابليشن للاندوميتريوم، يا اما بليزر يا اما بفوتو كواجوليشن. طبعا مشكلتنا هنا ان ده هيؤدي الى بيرمننت انفيرتيليتي، انا خلاص عملت كي للاندوميتريوم. فلو البيشن دي هي كنا متوقعين ان هي لسه يانج وانها بريمينوبوزل وانها ممكن تعمل ترانسبلانتيشن، يبقى احنا كده بنقضي على املها تماما، يبقى ده مش هيكون اوبشن كويس ليها. طب في كمان الاوبشن الاخير بقى اللي هو الهيستريكتومي، ان احنا نشيل اليوترس كله. ده بيبقى مناسب امتى؟ لو هي بوست منوبوزال وومن او عندها فايبرود اكستنسيف وعامل بليدنج جامد. لكن ممكن نعمله اذا كانت بري منوبوزال امتى؟ لو هي لايف سيفنج، خلاص اكستنسيف بليدنج مش عارفين نوقف وعملنا كل حاجه، ففي الحاله دي كلايف سيفنج ممكن نعمل الهيستريكتومي. تاني حاجة هنتكلم عليها النهاردة اللي هو الهرمون ريبليسمنت ثيرابي، والهرمون ريبليسمنت ثيرابي دي من الحاجات الكومن اللي بتحتاجها احيانا الليدز اللي هم بوست منوبوزال عشان تريف السيمبتومز اوف استروجين ديفيشنسي وعشان يقلل الريسك اوف فراكتشر ريسك. لقينا ان هم الليدز اللي هم بدأوا اند ستيج بيجي لهم منوبوز ايرليير حوالي 5 سنين على الجنرال بوبوليشن اللي عندهم نورمال كيدني فانكشن. يعني اذا كان هي مثلا في الافريج يجي لها على سن 50، هنا هيجي لها سن 45 مثلا، يبقى 5 سنين اقل. 10% من البوست منوبوزال وومن على دياليسيس بياخدوا هرمون ريبليسمنت ثيرابي، ولو احنا احتاجنا نديه يبقى بندي الهاف دوز اللي بياخدها الليدز اللي هم ود نورمال كيدني فانكشن. الهرمون ريبليسمنت ثيرابي احنا بنخاف منه ليه؟ لان هو بيزود الريسك اوف بريست كانسر، هو مش نسبه كبيره لكن الريسك بيزيد شويه. الحاجه الثانيه الدي في تي بيزيد الريسك، البلمونري امبوليزم، السي في اي ستروك، او انه جالها كورونري هارت ديزيز، كل الحاجات دي بتزيد. والكورونري هارت ديزيز بالذات احنا عارفين ان هو اصلا الريسك بتاعه عالي جدا في الجنرال في الدياليسيس بيشنت على الجنرال بوبوليشن. طيب احنا كنا عايزين نستخدمه هنا ليه؟ عشان ريبليس السيمبتومز اوف استروجين ديفيشنسي، وكمان ان هو ثبت ان هو بيقلل الفراكشر ريسك بطريقه سيجنيفيكانت، وبالتالي احنا هنا هنبقى نعمل ريسك تو بينفيت ريشيو ونشرح للبيشنت نفسها مخاطر الهرمون ريبليسمنت ثيرابي وفائدته ونبتدي ندي على اساسه. لكن الهرمون ريبليسمنت ثيرابي ده كونترا انديكيتد اذا كان البيشنت عندها دي في تي او عندها اكتيف ليفر ديزيز. الحاجه اللي بعد كده كمان الهرمون ريبليسمنت ثيرابي ممكن يعمل فلير اللوبس، لو هي كانت لوبس وكان كوايت يبقى ممكن يبتدي يحصل له ايه فليرنج في الوقت ده. الحاجه الثانيه ويمكن دي قلناها في محاضره الاوتوزومال دومينانت بوليسيستيك كيدني ديزيز، ان الهرمون ريبليسمنت ثيرابي او الاستروجين ممكن يزود الهيباتيك سيستيك ديزيز ويكبر السيستس تاني. في حاجه دراج اسمه رالوكسيفين. رالوكسيفين دوت حاجه الترنيتنج ايه او الترنيتيف للهرمون ريبليسمنت ثيرابي، بيتاخد اورال 60 ملي جرام ديلي. هو بيشتغل ان هو سيلكتيف استروجين ريسبتور موديوليتور، وبالتالي هو لقوا ان هو بيقلل بون ريزوربشن وبيزود البون دنسيتي، فممكن احنا نستخدمه بدل الهرمون ريبليسمنت ثيرابي في بعض الاحيان. الحاجه اللي بعد كده اللي هنتكلم عليها اللي هو الجاينيكولوجيكال نيوبلازمز. المالجنسي او التيومرز عموما في الاندستيجنال ديز بيشنت بالنسبه للاول حاجه اللي هو البناين اللي هو اليوتراين فايبرويدز اللي ليها اسم تاني اللي هو اللايوميوماتا، دي لقوها انها بتحصل في حوالي 80% في الليدز اللي هم فوق 30 سنه، ده في الجنرال بوبوليشن. طبعا بتبقى معظمها حاجات سمول اللي بتبقى سيمتوماتيك، بس بتبقى حوالي اقل من 25%. طيب الانستنس بتاعها في الدياليسيس بيشنتس ما عندناش
أرقام معينة لكن هنعتبرها إنها زي الجنرال بوبوليشن. طيب البريزنتيشن بتاع الفايبرويدز بيجي بإيه؟ ممكن يجي بمينو متروراجيا. في مينوراجيا وفي متروراجيا. مينوراجيا معناها إن المنسز بتيجي في ميعادها بس البليدنج بيبقى اكسسيف أو إنها بتطول، يعني لو تقعد مثلا 5 دايز تقعد 7 دايز 8 دايز، فدي نقول عليها مينوراجيا، يعني بليدنج جاي في ميعاده لكن بكمية كبيرة. المتروراجيا لا، ده بيجي البليدنج الريسبكتيف للمنسز ممكن يجي في اي وقت بطريقه الريجولر فنقول عليها متروراجيا. لو ده والاثنين مع بعض بيجي كده وكده يبقى نقول عليها مينو متروراجيا. الحاجه الثانيه انه طبعا الفايبروز دي لا بتكبر، ممكن تبتدي يبقى اليوترس كبير ويبتدي يضغط على سيراميك ستراكشرز، ممكن يعمل لي بين، يعمل لي بريشر، يضغط على الكولون، يبتدي يعمل لي كونستيبيشن. لو البيشنت لسه بيجيب يورين ضغط على يورين بلادر ممكن يعمل لي ريتينشن اوف يورين. فدي البرزنتيشن بتاعه. طيب المانجمنت لو هي سمول اسيمتوماتيك مفيش مشكله، يبقى هنبقى كونزرفتيف ونعمل فولو اب وخلاص مفيش حاجه. لكن اذا كان بقى هي سيمتوماتيك يبقى في الحاله دي او يعني الانديكيشن اوف تريتمنت هيكون لو في سيمتومز، السيمتومز ده يا اما في بليدنج ابنورمال يوتراين بليدنج زي ما قلنا في اول محاضره، يا اما عامل بقى كومبريشن بقى بالسيمتومز اللي قلنا عليها بين بريشر كونستيبيشن ريتينشن اوف يورين، او يحصل تورشن او يبتدي تكبر وتنزل وتبقى برولابسد من السيرفكس او ان السايز بتاعها عمال يزيد بوست مونوبوزا. دي كلها تخلينا نلجا الى تريتمنت. التريتمنت هيكون سيرجيكال. فاذا كانت الليدي لسه بري مينوبوزال خلاص وفي فرصه انها تعمل ترانسبلانتيشن بعد كده فعايزه تبقى تحافظ على الفيرتيليتي، فممكن نعمل مايوميكتومي بس نخش نشيل الفايبرويد الموجود. اما اذا كان بوست مينوبوزال يبقى ممكن نعمل على طول ايه، نعمل هيستريكتومي. ريسنتلي بقى في ميديكال تريتمنت تاني غير السيرجيكال، فقالوا مثلا في دراج عندنا اسمه ايه، مايفيبريستون. مايفيبريستون ده عباره هو انتي بروجستيرون، بيشتغل على البروجستيرون ريسبتورز اللي موجوده في الفايبرويد تيومر نفسه، فبيقلل البليدنج وبيقلل السايز وبيقلل البين. او ممكن ندي جونادروفين جليسون هرمون اجونست، ده برضو يقلل السايز بتاعه الفايبرويد. او ممكن نخش نعمل مايوليسز، مايوليسز يعني ان انا هخش ونعمل فوتوكواجوليشن للفايبرويد اللي موجود. او اخر حاجه ممكن نلجا اليوتراين ارتري امبولايزيشن، نسد الايه البلد اللي رايح للايه للتيومر على طول. طيب ريجاردنج المالجنانت تيومرز، هل محتاجين ان احنا نعمل سكريننج ولا لا؟ اول حاجه نشوف الانستنس. البريست كانسر هو بيبقى زيه زي الجنرال بوبوليشن الانستنس، لكن الانستنس يزيد في السيرفيس سيرفكس كانسر والاندوميتريال كانسر عن الجنرال بوبوليشن. وبالتالي هل نحتاج نعمل سكريننج ولا لا؟ والله احنا هنا اللايف اكسبكتنسي في الدياليسيز ليديز بيكون اقل من الجنرال بوبوليشن، فدي هنحطها في الاعتبار. فممكن نعمل سكريننج لان هم كبار في السن شويه او انها اويتنج كيدني ترانسبلانتيشن، فبالتالي انا عايز طبعا اعمل جاينكولوجيكال كليرنس قبل ترانسبلانتيشن. الحاجه الثانيه لو الريسك اوف مالجنسي عالي، ان البيشنت دي مثلا كانت بتاخد ايمينو سبريسيف ميديكيشنز او عندها اتش اي في او عندها فاميلي هيستوري لكانسر من دول، كل الحاجات دي تخليني اعمل سكريننج. البريست كانسر نعمل سكريننج بالماموجرام اذا كان سيرفيك كانسر بالباب سمير، والاندوميتريال كارسينوما زي قلنا شويه بالاندوميتريال كارسينوما. الكلينيكال ايفالويشن اوف مالجنسي ان اند ستيج رينال ديزيز ليديز، الاندوميتريال كارسينوما زي ما قلنا هيجي بابنورمال يوتراين بليدنج. الاوفيريان كانسر ممكن يجي بفيج ابدومينال بين، بيجي بأوفيريان احس اوفيريان ماس بالبي في، لوس اوف ويت لو بتغسل بي دي ممكن الاقي بلادي بي دي فلويد، ولو شفنا البي دي فلويد ممكن الاقي زياده في السيل كاونت. طيب السكريننج بالتيومر ماركر هنا سي اي 125 ده ليه ليميتد رول في حالات الاندستيجنال ديز بيشنتس، ليه؟ لانه لا دايما بيبقى الليفل بتاعه عالي كده كده. طيب وليه الليفل بتاعه عالي؟ لانه هو نوت افيشنتلي ريموفد باي بالدياليسيس، ولو البيشنت بتغسل بي دي لقوا ان الميزوثيليا سيلز نفسها بتطلع سي اي 125، وبالتالي ملوش رول قوي في السكريننج او ان احنا نستخدمه كروتين. ريجاردنج الدياجنوزس اوف مالجنسي، اول حاجه بنلجا ودايما الاسهل هو بنعمل سي تي، فضل دايما نعمل سي تي وذ كونتراست عشان يديني انهانسمنت للصوره ويديني اوضح الايمجنج. بس السي تي او الكونتراست ده احنا بنخاف منه في الاند ستيج، هو خلاص اند ستيج انا مش خايف على الكدني، لكن هو حاجه اوزموتيك فيزود الانترا فاسكولار فوليوم، فطبعا احنا ساعتها بنعمل ايفالويشن للبيشنت، هل لازم نعمل دياليسيس بعديها
ونعمل الترا فلتريشن، ولا البيشنت كان ويت النكست داي في معاده يغسل عادي. ده فده كلينيكال ايفالويشن. لو البيشنت بيغسل بي دي مفيش داعي ان احنا ندي كونتراست، لانه لقوا ان احنا لو سيبنا البي دي فلويد انسايد ذا ابدومن وعملنا سي تي، البي دي فلويد بيشتغل كانه كونتراست وبيدينا صوره واضحه، فبالتالي في البي دي هنسيب بس الدياليزيت وما نديش كونتراست. طيب في بعد كده السونار عندنا حاجتين، يا اما بلفي ابدومينال الترا ساوند، يعني هيبقى ترانس ابدومينال بروب هنستخدمه ترانس ابدومينال، ولا نستخدم البروب ترانس فاجينال. الترانس ابدومينال هو احسن، بيديني بانوراميك فيو للبلفس كله والابدومين، فبالتالي اقدر اشوف الصوره كلها على بعضها. بس عيبه انه هيحتاج ان احنا غالبا السوناريست هنا بيحتاج ان هو يملى اليورينري بلاتر، ولو البيشنت اصلا انيوريك هنضطر نركب فولس كاثيتر وندي فلويد زي سالاين من خلالها عشان يبقى فول، فنقدر نشوف الباثولوجي كويس. ترانسفاجينال هو البروب هنا هيكون قريب شويه من الاورجن اللي انا ممكن ابقى عايز اشوفه، والفاجينال وول ثين، فبالتالي انا ممكن اكون قريب جدا بالبروب فيديني صوره اوضح للحاجه اللي انا عايز اشوفها، لكن مش هيديني البانوراميك فيو بتاع ترانس ابدومينال الترا ساوند. الحاجه الثانيه ان هو هنا مش محتاج ان انا املى اليورينري بلادر. فاحنا قال لك غالبا لما يكون حاجه زي دي احنا نبتدي الجاينيكولوجيست يعني يبتدي بترانسفاجينال، ولو احتاج يبتدي يملى البلادر ويعمل ترانس ابدومينال. الام ار اي طبعا ممكن من الحاجات اللي يستخدم، بس اذا كان هنحتاج جادولينيوم طبعا، والجادولينيوم احنا بنخاف منه عشان النيفروجينيك سيستميك فايبروزس، وده بيبقى ريسك تو بنفيت ريشيو، بنوزن الامور، ولو بعديها بنحب نعمل داليسيس بعديها نحاول نشيل الكونتراست على قد ما نقدر. لكن اذا كان بي دي هيبقى نفس الشيء بالنسبه للسي دي، يبقى البريتونيال فلويد نفسه بيشتغل كاز كونتراست ميديا، فمفيش داعي ان احنا ندي جادولينيوم، ممكن بس نسيب البريتونيال فلويد اند ابدومين اثناء ما بنعمل الام ار اي. اخر حاجه هنتكلم عليها النهارده اللي هو المانجمنت. طبعا المانجمنت ده حاجه شغل يعني الجاينيكولوجيست والانكولوجيست، هيستخدموا يا اما جراحه يا اما كيموثيرابي. احنا بس في الجراحه الكونسرن بتاعنا احنا هنا لو هي البيشنت بتغسل بي دي وعندها بي دي كاثيتر، طيب هنعمل ايه؟ رقم واحد ان احنا لو هي بتغسل بي دي، اول حاجه لازم نفضي البريتونيال الابدومينال كافيتي، يعني ما ينفعش ان احنا نعمل سيرجي وهو فيه فلويد جوه، يبقى لازم نفضيها. وده بروسيدر، يعني دي حاجه بنعملها مع اي جاينيكولوجيكال بروسيدر، يعني هي داخله تعمل مثلا اندوميتريال بايوبسي، فلازم نفضي الايه البريتونيال كافيتي، الا مثلا لو هي تاخد باب سميره ولا حاجه دي مش مشكله، لكن مثلا اي بروسيدر لازم نفضي ايه البريتونيال كافيتي قبليه. الحاجه الثانيه انه ريسك اوبريتونايتس هيبقى عالي، فلازم ندي بروفلاكتيك انتيبايوتيك حسب البروتوكول بتاعك اللي موجوده في الوحده بتاعتك، غالبا بندي فانكومايسين وسيفوتراكسين او سيفوكسيتين وجرام انترافينس من كل واحد. الحاجه الثانيه طيب البي دي كاثيتر نشيلها ولا لا؟ خليها في مكانها، بس مش هنغسل الفتره اللي هي بعد الاوبريشن لمده اسبوعين، هنركب تيمبوري كافيتر ونغسل هيموداليسيس لغايه لما الووند يبقى هيلد وكل حاجه، نبتدي نرجع تاني للبريتونيال كافيتي. وبكده بقى خلصنا محاضره النهارده، وثانكس فور واتشنج.